والمية في القرآن خرجت من باطن الأرض، في إشارة قرآنية صريحة يقول لك أخرج منها ماءها ومرعاها. منين؟ من الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ربنا سبحانه وتعالى أخرج المية من باطن الأرض، بعكس الصورة الشيعة أنها جايين من فوق، لا، ربنا بيقولها أنا طلعتها من جوف الأرض. فطبعا الحقيقة دي هي آخر ما وصل إليه العلوم حاليا، وأجمعت عليه العلوم أن المية فعلا جاية من باطن الأرض أصلا، في من 4000 سنة من أول التكوين والنشأة، التفاعلات الباطنية اللي في الأرض اللي عملت الزلازل والبراكين، وكانت البراكين شيء مهول، كان ضمن ما يخرج من باطن الأرض بخار المية بكميات هائلة، وكانت النتيجة على ألوف السنين كل الكوكب الأرض بقى مغلف بالسحب سميكة جدا. وبعد كده لما جه ظروف الامطار المطر ونزول المطر، راحت نزل هذه السحب في كتل هائلة من السيول مئات السنين، وملت المحيطات بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وبقوة الجاذبية الأرضية حفظت هذه المية في المحيطات. لو كنا زي القمر حجمنا صغير كان الهواء والمية تطيرهم، وأمكنش الأرض أنها تمسكهم، الأرض مسك الهواء والمية بقبضة الجاذبية. حاليا المية تبتدي تعمل دورة بقى، المية اللي في المحيطات، كل المحيطات دي على الظهر كده تبقى غلاية هائلة بتسخن عن طريق الشمس، تتبخر يطلع البخار فوق، يخف الضغط فوق وتزداد البرودة فتتكثف، فيحصل سحب هائلة، وتيجي ظروف المطر فتنزل أمطار، تنزل على الجبال تملأ الأنهار، وترجع تاني تصب الأنهار كلها في المحيطات، دورة باستمرار من المحيط للسماء، ترجع تاني أنهار محيطات، بالشكل ده دورة مستمرة. وبعض المية اللي بتنزل في تتشربها الأرض بتتجمع تحت في خزانات، وترجع تطلع في نافورات سخنة ونافورات باردة، لكن الكمية بتاعة المية ثابتة، كمية المية ثابتة عمالة تدور وتلف، مرة في السماء فوق، مرة تنزل في المحيطات، مرة في الأنهار، مرة تتسرب في خزانات في الأرض، لكن هي نفس الكمية عمالة تلف. يعني جايز قوي يكون المية اللي انت استحميت بها امبارح هي نفس المية اللي استحمت بها نفرتيتي من 3000 سنة.